الكثيرين كانوا يتساءلون لماذا اليوم وقد تأخر هذا الحزب. أنا لا أعتقد هذا. في الفترة الماضية كنا نحلم أنه سيكون، وكانت اهتمامنا على أنه نكتب دستور يحقق أهداف الثورة، على أنه سيكون هناك انتخابات برلمانية تمثل الشعب المصري، على أنه سوف يكون هناك انتخابات رئاسية تتم في ملعب مستوي. لم يتم كل هذا، وبالتالي وجدنا أننا يجب أن نعود مرة أخرى إلى بداية الثورة، وأن نبدأ ليس عن طريق انتخاب رئيس، ليس عن طريق مؤسسة معينة، وإنما عن طريق عمل جماعي منظم سياسي موحد الهدف لننقل السلطة كما ذكرت في الفترة القادمة للجيل الجديد. الكثير يتساءلون كذلك لماذا اخترنا اسم الدستور. الدستور لمن يعرف القانون، وللدكتور حسام والكثير من الموجودين في هذه القاعة، الدستور هو العقد الاجتماعي، هو القانون الأساسي الذي يربط كل مصري ومصرية. هو هدفنا دائما أن يكون هناك عقد اجتماعي يربطنا جميعا، كل مصري بصرف النظر عن لونه ودينه وعقيدته وانتمائه الفكري والطائفي، كل مصري يجب أن يكون جزء من هذا العقد الاجتماعي، وأن ينضم لهذا العقد الاجتماعي بصدر رحم. هذا هو مفهوم كلمة الدستور. الدستور كذلك هو القيم الأساسية التي نتفق عليها ونعيش تحت ظلها، من حرية ومساواة وعدل وعدالة اجتماعية وكل هذه القيم. فعندما اخترنا كلمة الدستور، اخترنا كلمة لتعبر عن حلم الشعب المصري، فأن يكون شعبا مختلفا، أن يكون شعبا يستظل بمبادئ وقيم إنسانية نتفق معنا جميعا عليها: حرية العقيدة، حرية التعبير، الحرية من الخوف، الحرية من الفقر. كل هذا لا أعتقد أننا هناك يجب ألا يكون خلاف كما نرى اليوم. للأسف الشعب المصري تشرذم، الشعب المصري يعيش في الفترة الانتقالية تحت عشوائية كاملة سياسية واقتصادية واجتماعية، شعارات جوفاء، أيديولوجيات مصطنعة. الحزب كذلك ذكر الكثير أننا ليس، ما هي أيديولوجية هذا الحزب؟ أيديولوجية هذا الحزب في رأيي أننا جميعا مصريين، هذه هي أيديولوجية الحزب، أننا أيديولوجية الحزب أننا ليس لدينا أيديولوجية غير أن نكون جميعا معا كمصريين. لا أعتقد في هذه المرحلة والتي نبدأ فيها بناء الدولة من الصفر تقريبا أن هناك خلاف، أيا كان الشخص يساري أو يمين أو يميني أو، واستعملنا كثير من المصطلحات التي لا نفهم معناها، وللأسف أدخلنا في عقول المصريين الكثير من المصطلحات التي لا هي لها أي صلة بما نقوم به، ولا هي حتى مفهوم معناها في المجتمع المصري، من ليبرالية وعلمانية ويعني وكافر وعلماني، يعني لابد بأن نعمل هنا لنعود مرة أخرى لنصل إلى قواعد الشعبية، ونفهم هذا الشعب العظيم أن عملنا ليس شعارات، وإنما أن نوفر لهم الحاجات الأساسية من مأكل وملبس ومسكن وتعليم ورعاية صحية، وأن نضمن أن يكون كل مصري حر كريم آمن على نفسه وعلى عائلته وعلى مجتمعه. لا أعتقد أن هذه يعني المبادئ الإنسانية التي اتفق عليها العالم أجمعه يمكن أن يختلف عليها أيا كان شخص يساري أو وسطي أو يمين، وبالتالي يجب أن ننسى هذه الشعارات وهذه الاتجاهات في هذه المرحلة. لا أعتقد أن هناك سواء كان شخص يأتي من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار يختلف على أننا يجب أن نوفر التعليم لثلث الشعب المصري الذي لا يقرأ ولا يكتب. ليس هناك أيديولوجية في هذا.
أنه يجب أن نوفر الرعاية الصحية لنصف الشعب المصري الذي لا يتوفر له الرعاية الصحية، أنه يجب أن نرفع نصف مستوى نصف الشعب المصري الذي يعيش بأقل من 1800 جنيه في العام، و20% من الشعب المصري على الأقل يعيش بثلاثة جنيهات في اليوم. يعني يجب أن ننسى الشعارات ونعمل على أساس أن إذا كان لنا أيديولوجية فهي أيديولوجية العلم والكفاءة والمصداقية والمحاسبة، وكما دائما يعني باختصار كما دائما يذكر الدكتور علاء الأسواني الديمقراطية. الديمقراطية الحقيقية هي حلنا لننطلق إلى الأمام لمشروع نهضوي مصر. نحن نتكلم كذلك على عمل عقلاني رشيد سيأخذ وقت، ولابد كذلك أن نعمل بطريقة مختلفة ونفكر بطريقة مختلفة. كما ذكرت هدفنا في على المدى المتوسط وهو 3 لـ4 سنوات نبني حزبا على أسس سليمة، على أسس ديمقراطية، على أسس عقلانية. ولذلك يجب جميعا أن نعلم أننا لن نرى نتائج غدا، لن نرى نتائج بعد غد، وإنما ستأخذنا شهور وقد تأخذنا سنة أو اثنين قبل أن نقف ونكون الحزب الغالبي، حزب الأغلبية.